هذا الجبن رائع جدا عزيزي هورسر، مذاقه الطيب ظاهر على لساني، ألقي نظرة عن قريب. أرجوك، أنا لا أستحق هذا الشرف. لا داعي للتواضع، اللسان يعبر عن شخصية المرء. بالفعل، هذا أنعم لسان رأيته في حياتي. إنه رشيق وأنيق وأيضا ذكي جدا. أي الفضل لك في تزويده بأفضل الجبن من كل أنحاء العالم. نعم سيدي، والآن قل لي، هل ترغب في بعض أجبان البارميزان من إيطاليا؟ بالطبع يا خبير الأجبان. ولكن هل لدينا المال الكافي لذلك؟ إذ لم يتبقى الكثير هنا. في الواقع يكاد يؤمن لنا الخبز، صحيح يا سيد فأر؟ إذن لن نحصل على البارميزان أبداً. لا تقلق أبداً سيدي، سنفعل ما نفعله عادة، سنقوم بالمقايضة. بوردت يا سيدي، إنها فكرة رائعة، سنبادله بالثريا وبإحدى اللوحات، ما رأيك؟ أنت فقط. مرضي أنا الوحيد، أنا مجنون بالجبن. بلا جبن وبارميزان الحياة لا تطاق. يوميا أريد الجبن، دونها أنا لن أعيش. نداء من القلب إلى الجبن السويسري. يم 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 يم. حسناً، خلال بضعة أسابيع سيكون هذا أفضل جبن ماعز يشهده العالم. أبي، هل بإمكان استعارة هذا؟ لكن لا تنسى إعادته هذه المرة. شكراً. النبلاء يسرجون جيادهم،
ستكون هذه أفضل مباراة مبارزة في العالم. أنا ذاهب. من سيجالس سوزي إذن؟ حسناً، لكن المباراة توشك على أن تبدأ. أولاً العمل، ومن ثم اللعب. أوه لا، لا أصدق، لثالث مرة يحصل هذا. لماذا تكنسين في الخارج بينما أصنع الجبن هنا؟ أنت دائماً تصنع الجبن، لابد من تنظيف المكان الآن. أجل، لكن حسناً، أنا أعتذر. لطالما أحببت عملك الرائع جداً. أمي، هل تجالسين سوزي بدلاً مني؟ حسناً، لا تنسى موعد العشاء. أعتذر على الإزعاج، لكنني أنتظر منذ الصباح لأحلام. أنت في ورطة، في ورطة. كفى جوني، الفارس، عد إلى العمل الآن. حسناً، عدنا مجدداً. آمل أن تكون أظافرك مقلمة هذه المرة. متى سيمنعون عمل الأطفال؟ أطفال هذا الزمن. أياً كانوا. مساء الخير. تحياتي. مساء الخير أمي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أين الجبن خاصتي؟ وعدتني بأن أحصل عليه منذ أسبوع. أعتذر سيدتي، لكن لدي ثدي واحد. عودي بعد غد، سنكون بانتظارك. ألا تخجلون؟ تتعبون سيدة عجوز. المشكلة أنكم صانعو الجبن الوحيدون في القرية. تستخدم الجبن في فخاخ الفئران. أمي أمي، جوني يحلب خارج الدلو. أمي أمي، انظري، سوزي تأكل العشب الآن. وداعا. ها هو، سأدعك تتذوقه بعد أن يندمج في رائحة الهواء العذب. أنا لست مغرما بالجبن، إنه مقزز. إنتاجه متعب، لذا لا تقلل من تقديره. جبن جيد. جبن ظريف. كلام صحيح. معزات، انصرفي إلى عملك. حسناً حسناً. أيها النادل، أين الفاتورة؟
عذرا سموك يا جلالة الملك. صباح الخير، هيا انهض. تفضل تفضل، هذه عجة للفطور سموك، هذه عجة مليئة بالجبن طبعا. أنا أشم رائحة الشاتر. هذا الجبن مستورد من إنجلترا، هيا كل عب. سيمفونية رائعة من النكهات، ولكني البارحة تناولت جبنا أكثر لذة في القرية. ولكن هل يمكن أن يكون لدينا صانعو جبن في المملكة من جديد؟ يبدو كذلك، لم أتناول جبن ماعز لذيذ منذ زمن. اذهب حالا وأحضر لي قطعة أخرى. حصلت على ميدالية مثيرة، صانع الجبن لجلالة الملك. شيء عجيب غريب، أول مرة في حياتي أرى معزة تقرأ وتتكلم. لكن للأسف حساباتي ضعيفة. لقد بحثنا في كل مكان سيدي، ولكن للأسف لم نجد قطعة جبن واحدة. أحد ما أخذ كل الجبن. أوه، هذا واضح جدا. سأحاول أن أشرح للملك بطريقة ما. هذه الماشية الوحيدة لديكم؟ لا نستطيع شراء غيرها أبدا. ما زلت نتغار من أي شيء يملك 4 قوائم، حتى الطاولة. صانعو الجبن الموهوبون أمثالكم يستحقون بالفعل اهتماما كبيرا. وداعا، ابتعد عني يا صغير. وداعا. وداعا، مع السلامة. ماشي، إنه مجنون. لديك أسنان كبيرة، قالت ذات القبعة الحمراء لجدتها. إنها كبيرة لكي أكلك فيها، أجابت الجدة وعضت ذات القبعة الحمراء. أليست الجدة ذئبا حقيقيا؟ هذه قصة خرافية أخرى للأولاد الصغار. كانت ذات القبعة الحمراء ترتدي درعا، وحين عضها الذئب كسر أسنانه، ضرب الذئب مرفقه بالخطأ وشعر بالألم. هل ارتحت الآن؟ عجبني ذلك. كرع الجرس، وكانت تلك نهاية القصة. واحدة أخرى. غدا يوم آخر. جاني، ابتعدوا، أنا الفارس الشجاع. ما الفطور لهذا اليوم؟ فطائر بطاطا؟ هذا جوربي يا سوزي. أو ربما زلابية؟ هذا جوربي الآخر يا سوزي. متى ستنضج يا جوني؟ صباح الخير؟ استيقظتما؟ الغريب في ذلك، لقد استيقظ باكراً. لا
لكانت أمي قد رتبت الفراش. في حال ذهابها مع أبي إلى المعرض فلا وقت لديها لذلك. سأذهب إلى المرعى وسأعود بعد الظهر، وداعا. مهلا. لا أستطيع انتظار البرسيم. أنا متأكد لقد ذهبا إلى المعرض. أقصد ذلك يعني أنهما سوف يتأخران. بدلا من العمل سنلعب طوال النهار. أنا سير جون المزارع الفقير، استسلموا. ألا توجد لعبة للفتيات أيضا؟ من يتجشأ أولا يفوز. لا الهول، المكان في حالة فوضى. أين والدكما؟ ذهبا إلى المعرض. يطلبان مني المجيء إلى هنا ثم يذهبان إلى المعرض، هذا غير منطقي. إن كانا قد طلبا منك المجيء يعني أنهما لم يذهبا إلى المعرض. إذن أين هما؟ لا نعلم، أمي وأبي قد اختفيا. أنا أعرف جيدا ما الذي جرى، مؤكد أن الشرير قد أخذهما. ولماذا يأخذ الشرير والدينا؟ هما لم يرتكبا ذنباً أبداً، لكنهما صانعا جبن. الشرير من المهووسين والمهتمين بصناعة الجبن. أرأيتما؟ الشرير الأجعد ألقى رداءه الصيفي. وانظرا إلى هذا. هذا فحم. الشيء نفسه حصل مع عائلتين سفاتشو وبروتسو، كانتا تصنعان الجبن أيضا. الرحلة إلى الأبد. أمامكما 3 أيام للخروج من مدينة الشر، ثم يأخذكما الشرير ويستخدمكما كأساس لحساء النودل. لقد عدت من المرعى. من سيخبرنا القصص قبل النوم؟ ومن سيطهو لنا؟ كيف تفكر في الطعام الآن؟ كيف تفكرين في القصص في ظرف كهذا؟ كفى، سنعثر على مدينة الأشرار وننقذ أمنا وأبانا. لكن كيف؟ حتماً سنفشل. هل ستستسلمان؟ هل ستبكيان كالصغار؟ لكن نحن في الواقع صغيران. تكلمي عن نفسك، مفهوم؟ إذن سوزي وجوني، دعاني أخبركما قصة عن أهمية عدم الاستسلام. في أحد الأيام ذهبت أنا ووالدكما إلى براغ لبناء جسر تشارلز. كان الأمر رائعاً، الجميع شكك في قدراتنا لكننا نجحنا. عملنا على إنشاء جسر تشارلز. لطالما تغنى سكان براغ بمهارتنا. سوف نقتلك أيتها المعزات. بالفعل، الجميع ضغط علينا لكي نبقى ونعمل. هل حقا بنيتما جسر تشارلز؟ أجل، لولانا لكانت براغ خالية من الجسور. رائع جدا. إذن بعدم الاستسلام يمكنكما أن تحققا كل ما تريدان. ما رأيكما؟ أتريدان أن تنقذا أمكما وأباكما؟ لكن أمامنا 3 أيام فقط. وإلا سيصنع الشرير منهما حساء النودلز ويزيل الشمع من أذانهما. كفى كفى. يا لها من مأساة، آخر صانعي الجب ذهبوا دون رجعة. الشرير ليس خبيراً أبداً في الأجبان الفاخرة يا جلالة الملك. وأنا سأستمر في طلب الجبن الأجنبي غالي الثمن. هذا صحيح يا جلالة الملك، هذا الجبن وصل مباشرة من أفريقيا. تدبر. ماذا حصل؟ هذا
هذا ليس جبناً، إنه كائن حي بكل معنى الكلمة. إنه لذيذ. يمكن إحضار الصندوق الكامل مقابل الخزانة الأثرية الموجودة في غرفة نومك سيدي. بدله ألا غرقت في لعابي. سأأخذ هذا إلى غرفة النوم. احذروا يا أشرار، سنصطادكم. سنرسل البراغيث لتهاجمكم. فقط الفتيات يفكرن هكذا. ماذا لو هاجمت المعزات؟ اطمئن، مدربة لملاحقة القذائف. أعجبتني فكرتك. أفضل أن أغتسل. لديك براغيث؟ أنا؟ استعد الآن. نحن بحاجة إلى بعض النصائح على الأقل. لم أحضر إلى هنا منذ زمن. أعطني شراباً. مرحباً معزات. أولاً ادفعي ثمن الشراب الذي أنت مدينة لي بها منذ الأسبوع الماضي. إذاً أعطني 2 الآن لكي أقفل الحساب. أخي في براغ قد حذرني منك. كل ببطء، كلما تمهلنا في الدفع كان أفضل. لا أظن لأننا لا نملك المال لهذا بالضبط. أريد شراباً آخر. ليس هنا. أيها النادل، قلت لك أريد شراباً آخر. لقد مللت من تصرفاتك. لا تكلمه بهذه الطريقة، إنه بطل روايات خرافية. تكلم معه بالاحترام الذي يستحقه. بعد أن تدفع بني. سأدفع فاتورة من يخبرني كيف يمكن أن أصل إلى مدينة الأشرار. كل بسرعة، هذه فرصتنا. ولكن هل تعرف الطريق؟ سنفكر في طريقة ما. اذهب إلى طريق الأشرار. كيف أصل إلى هناك؟ سنساعدك في العثور عليها. إنه طول وأنا برود وهذا شارب. لقد بحثنا عن طاحونة الأشرار مرات عدة. أعتقد أنكم وجدتموها إذن. أنت ذكية أيتها المعزات. نحن لدينا مراجع ممتازة جدا. يمكنكم أن تسألوا علي بابا عمن قضى على 40 لصا. اسألوا المخادعة. ماذا الذي أخرجها من الفرن بعد أن خبزها هانسل وغريتل؟ ها؟ نحن هنا من أنقذ الأقزام 7 عندما أطاحت بهم بياض الثلج. اتكلوا علينا وسوف ندلكم على المكان. الدخان كثيف جدا، لا نستطيع التنفس. أنا سأذهب إلى الحمام. أعود، من وضع هذا الجدار هنا؟ الاتجاه الآخر. هيا رجاء. أنت هيا رجاء. حسناً حسناً، أنا أوافق. فلنرى، من فضلك وقعي هنا وهنا وهنا. أحب اليخنة. النظام أساس الصداقة. من الأفضل أن أنظف نفسي. حثالة القصص الخرافية. أكلتم حتى التهمة. الفاتورة تغطي ركاب حافلة. يجب أن تدفع مقابل نوعية جيدة. ألا تلقي نظرة لنرى كيف نصل إلى طاحونة الأشرار؟ لا، إن العقد ينص على أن نرتاح بعد الوجبات. ماذا عنك سيد تول؟ هل أتفضلت وألقيت نظرة؟ لا، لا أستطيع، أكلت أيضا. لا داعي لأن أسألك. هيا اسأل، أنا يهمني الشراب كثيرا ودحرجة البراميل. إذا ما العمل الآن؟ هل سنبقى واقفين هنا؟ لما لا نجلس إذا؟
كثيف هنا أيضا. واو، هناك عاصفة آتية. لن نفوت ذلك، حتما تلك طاحونة الأشرار. هيا هيا بنا. ألن نذهب معهم؟ نحن مضطرون. هل سنذهب؟ أنتما هاي، إلى أين تذهبان؟ انتظراني. تعال إلي أيها الجبن العزيز، أنت كلك لي أنا لا لأحد. أدخل. إنني أعتذر على المقاطعة. أجل، جئنا لنأخذ الخزانة. أجل، أي خزانة؟ أو أجل، الآن تذكرت، تفضل. أمسك بالجانب الأيمن وأنا بالأيمن. غريب، أتوجد هنا فئران طائرة أيضا؟ على ما يبدو فالغابة لا ترحب بنا. لست متفاجئا، لا أحد يرحب بضيوف ليلا. لا أحب التشاؤم أبدا، لكن يبدو أننا ضعنا. كانت مجرد فكرة مرت في الغابة في عمق الظلام. ما الذي يجري؟ هل نحن في الظلام؟ أنا أخاف كثيرا من الظلام، أنا مرعوب. توقفوا، كلما أسرعنا في العثور على الطاحونة يكون إنقاذ كيتي وجمي سريعا. بقي أمامنا يومان فقط، وإلا ستصنع الأشرار منهما حساء النودل. كفى كلاما، أنا الحاكم. أجل، تبدأ السمكة بالتعفن من الرأس. سمكة؟ أي سمكة؟ أرى دخانا في هذا الاتجاه. ماذا؟ الطريق من هنا ممنوع النوم. كنت أعرف، طاحونة الأشرار، انهضوا. سأنتظر هنا، لا أحب الأراشيح أبدا. أيضاً، لكن يجب أن يوجد دولاب ماء في الطاحونة. هذا صحيح. دولاب؟ أيوجد دولاب هنا؟ مرحباً، هل من أحد هنا؟ مرحباً. سأجرب هذا الاتجاه. احترسي. النجمة. يا أصدقاء، ما الذي يجري هنا؟ ها؟ أو مرحبا، مرحبا، من هنا؟ أبي، رجاء لا تلعقني، ستبللني. لا يبدو أنها طاحونة الأشرار، لكن المكان مريب هنا. هيا استلقي هيليون. نحن لا نريد أن نزعجك، لكن أين نجد طاحونة الأشرار؟ السناجب ظريفة جدا.
لكن أنت وسيم للغاية أيها الصغير. ألديك صديق حميم؟ فقدت ذراعي. ها هي. سأرش عليها ماء الحياة. حسناً إنه هناك. هيا رائع، نضع المزيد منه. تبدو وكأنها جديدة، يمكنك الحصول على أخرى. أعد مكانه أيها الصغير. ما زال هناك شيء ناقص. الحساء بحاجة. وجدت الحساء طعام مفيد. بعضا من هذا. المكان حار جدا هنا. إنه حار جدا، فلنغادر المكان الآن. إنه لا يفتح. اخرجي حالا ونادي برود. هيا. لا يمكن أبداً، هذا أمر مستحيل. من فضلك، الأمر مهم جداً. يا خباز يا خباز، أريد كعكة بأسرع وقت. اخبز الكعكة. نسيت أن تأخذ أعشابها ثانية. اغسلوا أيديكم وأرجلكم وتعالوا إلى المائدة. هذا يكفي. قلبوا لأنتي، قلبوا لأنتي. هيا قلبوا لأنتي. نتبع طريقنا. هيا. هل سمعتم ما سمعت؟ نسيت شيئاً. إن أردتم طحونة الأشرار فعليكم التوجه شمالاً وثم عبور النهر. أو لا، أذرع مجدداً. شيء مقرب. أسفٌ جداً على الإزعاج سمو الملك، لكن الجبن خاصتك يشكل تهديداً خطيراً على العمل في القصر، لذا أنا مضطر للتخلص منه في أسرع وقت، وذلك لسلامة الجميع. أنا كنت أتوقع حصول ذلك. أنا آسفٌ جداً. افعل اللازم فوراً يا عزيزي هورسر. عليك أن تعطيني الجبن كله. مهلا مهلا، نحن نمشي منذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات. العقد ينص على أن نأخذ استراحة. سيد براون، أنت رجل رشيق جدا. لطالما كنت كذلك. يطير ككرة متدحرجة. مضحك مضحك. هل أنت بخير؟ طبعاً، هذان الاثنان يغيظانني. ضللنا طريقنا. سيد شارب، أعثر على طريق طحونة الأشرار. إنه لا يبصر، يعاني من إعتام العدسة. ولما يضع عصبة العينين؟ لأجل مظهري.
وماذا عنك سيد تول؟ أيمكنك التمطاط؟ لا يستطيع ذلك. يعاني انخفاض الضغط، إذا تمطط بسرعة يغمى عليه. ألا تستطيع التمطط بطريقة بطيئة؟ يبدو كأنني لا يهم، سنستخدم نجمة الشمال لإرشادنا. ها هي النجمة. نجمة الشمال، سننطلق إلى النهر وطاحونة الأشرار. أنا أحاول أن... لا بأس. كالماعز المنتفخ، فلنضرب الأشرار. هيا الآن على كل فعل قاموا به، على كل ما قاموا به، وعقابا للأشرار. سنمشي إلى الأمام لكي نصل في أسرع. النهر، نجحنا نجحنا. ولكن لا يمكننا عبور هذا النهر. نحن نستمتع في المياه، في المياه، لم نتبلل، نحن سويا في المياه. هذا النوع من السفر يعجبني كثيرا. نحن سويا في المياه. عذرا، هناك خطب أيها الصغير. ألمني. أسف جدا سيد تول، جوني هو البادئ. حسنا. هو يضربني. كفى، عليكم التوقف عن الشجار. أنا أرى مسافات شاسعة، أظن أننا سوف نصل قريباً. أشعر بدوار البحر وببرد شديد. هذه رحلة إلى مدينة الأشرار. أتشم. أنت محق. أجل، العقد ينص على أن نتناول العشاء. أين العقد؟ يبدو أنك أسقطته في النهر، لم تعد مؤهلا لتناول العشاء. ومع ذلك أعتقد أن الرحلة ليست سيئة إطلاقا، أليس كذلك؟ تفضلوا. جوني، سوزي، هل سبق لكما وقفستما على الترامبولين؟ إضاءك مسنن. إنه ضوء أحمر. قد تكون تلك. وتلك الحواف. طاحونة الأشرار. ماذا لدينا هناك؟ لا، لم أعد أستطيع التحمل. احذروا يا أشرار، سننقذ أمي وأبي. لن ننقذهما إذا كنا جائعين ومرهقين.
ليس سيئاً أبداً حتى لو كان جبناً. صباح الخير سيد الملك. انهض انهض رجاء. للأسف اضطررنا لبيع المنبه. تعال إلى هنا. النجدة النجدة أسرة أرضية أسرة أرضية. هيا أسرعوا. هل حلمت حلما مزعجا يا جلالة الملك؟ على العكس هورسر، البارحة أكلت الجبن المفضل عندي ثانية. يبدو أنك ذهبت إلى مدينة الشر لأجله، لأن الشرير خاطف صانع الجبن. أنت محق، لقد وجدته عند طاحونة الأشرار. ماذا؟ ماذا لو أنك أخذته من الشرير بذاته؟ لا تستنتج استنتاجات مرعبة. سوف ينتقم منا يا ويلي. بسبب قطعة جبن واحدة؟ مدينة الشر مليئة بالأسرار والغموض. واو، تبدو هذه طاحونة الأشرار. كيف نستطيع مهاجمتها؟ أتريد مهاجمة الأشرار من دون تحضير؟ لدي سيف من أبي. وأنا لدي براغيث من أمي. وأنا لدي قمل من جدي. لدي قرنان. وأنا لدي أدمغة. لدي معينة فارغة. مرحبا. مرحبا. هل من أحد هنا؟ دعوني أرى، دعوني أرى. أنا أيضا. دعوني أدخل أيضا. النجدة. أنت أصلا لا ترى، تضع عشبة عينين. يوجد كرسي منجد. هذا بطني. وجدت قبضة الباب. هذا قرناي. يوجد أحد هنا. أنا أعتذر. لا أشرار هنا. ماذا لو كانت تخرج فقط في الظلام؟ هكذا في القصص الخرافية. أي شرير يمكن أن يظهر في منطقة نائية كهذه؟ هذا رأيي أنا أيضا. إذن سننتظر حتى الليل. لا نستطيع الانتظار، قد يفوت الأوان بالنسبة لأمي وأبي، والأشرار ستحولهما إلى حساء جمع الأذنين. هذه فرصتنا الوحيدة. ألديكم فكرة أفضل؟ لا أظن. أرأيتم؟ هذا كل شيء، أنت تبلي حسناً. هاك، سنترك الباقي جانبا إلى وقت آخر. غدا ستستلم طردا من جبن الجودة من هولندا. أجل، لم يتبقى شيء في الصناديق الملكية. أرجو منك ألا تقلق أبدا بشأن هذا الأمر سيد الملك، سيأخذون تاجك بالمقابل. لا أعلم، أنا حزين جدا. أرجو. إنه إرث من عائلتي منذ القدم. كما تشاء سيد الملك، ولكن أنت تعرف مدى أهمية الأمر. أرجوك. فليكن ذلك.
هاك، من فضلك وقع هنا ويصبح الاتفاق نافذا غدا عند الفجر سيدي. أنا متعب جداً. هيا أعطني الشرب. عمل كثير. غداً اليوم الأخير. أخيراً وقع العجوز الناهم العقد، لذا سوف أقتلكم جميعاً. ماذا؟ بكل فخر، التاج الملكي سيكون لي وحدي أنا. في الأسفل لا يوجد حتى فأر. انهضوا على الفور، هذه ليست طحونة الأشرار، فلنجدها قبل فوات الأوان. ثالث مرة في هذا القرن. عمل متعب. أريد شرابا. ما هذا؟ لا 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 شيء. ماذا تريدون؟ أجل. لطفا اخرجوا من هنا بعد ان تعيدوا جيمي وكيتي. لا يحق لكما احتجازهما. ان تلعثمك محرج، تتلعثم في كل قصة خرافية. اضطرق لذلك. لن نأخذ اوامرنا منك. انا لا اتفق معك. عار عليك. انا لم اتلعثم. لم يقترف جيمي وكيتي أي ذنب. أطلقا سراحهما. لا 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 لا، أحد يملي علينا الأوامر. حتى لو تجمد المكان كله. هيا كفى، نحن أخوة تقريبا. أنا لدي قرنان أيضا. جنيتم على أنفسكم.
إن الأشرار ليسوا كما كنا نظن. إن لم تنفع اللطافة فسنلجأ إلى الشر. ما رأيك بهذا يا براغيث؟ براغيث. ديناري أخيرا سأغلبك. لن تغلب أحدا أيها المتلعثم. المكان بارد هنا، قد يتخثر حليبي. هل سمعتم ذلك؟ قولوا لي من منكم يصنع ذلك الجبن اللذيذ؟ أنا. نحن نصنعه. هذا صحيح. في هذه الحالة جميعكم ستذهبون إلى مصنعي، فكما ترون أنا أجمع كل صانعي الجبن. وأنا أجمع البراغيث. اقضي على الشرير، هيا. كما ترون انتهى وقت العرض. تعالوا إلي يا أحبة. ذلك ليس شريرا ولا خفاشا. لا أصدق عيني. ولا أنا. صانع الجبن الملكي. أحيانا يكون أسوأ شيء هنا على الأرض. ذلك كان الشرير صحيح. لما تقول هذا؟ لا 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 شيء أخي. أجل، إن لم نحضر واحدة قبل الأحد سيصنع منا عيدانا للأذن. أنا أعرف مرشحا مناسبا جدا. غدا سأستلم الحكم في الصباح، وأخيرا سأتخلص من كل صانع الجبن نهائيا. يا له من وحش. لو كنت أصغر بمئتي عام لكنت قد أريته. للأسف لن نستطيع الوصول إلى القصر قبل الصباح، إلا إذا كنت أنسى لدي ماء الحياة. هذا سينقذنا. في حرب الخير والشر نحرص أن ينهزم الشر، ننقذ نحن الجميع. لذا وجد المنتقمون. فهل بلا مدينة الشر سوف نقضي عليكم، نقضي على كل اللصوص مهما صعب علينا الأمر. كلنا في حرب الضروس، نقضي على كل اللصوص. نحن إلى جانب الخير، ألغي لن خاسرة الحرب، فليرحل كل الأشرار، سنقوم بمحو الأعداء. معا إلى مدينة الشر سوف نقضي عليكم، نقضي على كل اللصوص مهما صار.
حرب الطاروس، نقضي على كل اللصوص. هذا نور، أنا أرى نورا، نمحي الشر في كل مكان، نحن شر وبراد ومعهم دول. كان ذلك غريبا، سنصل إلى هناك في الوقت المناسب، فلنذهب. جميل. واخيرا كل هذا سيصبح لي وحدي، لن انتظر اكثر. هيا الى القصر، هيا قصر احذر الى القصر. انتظروني رجاء، تمهلوا. مخبأ سري. حرسنا حرسنا، الأشرار تغزو القصر، الأشرار تغزو القصر، الأشرار. لقد كشفونا، هيا بسرعة بسرعة لكي نصل، سأنير الطريق. عشان يؤسفني قول هذا، لكن نفدت مني الطاقة، قوتي تتلاشى. أو إنني أعتذر. ألم يستطع تحملها أكثر؟ الشمس تشرق، علينا الصعود إلى ذاك التل. اهدأوا، تسلق الجبل أمر سهل جدا. بسرعة بسرعة. إسفين، ضع إسفينا تحت. لا تسلط الضوء على عيني، أنير الطريق. أسرع. لا راحة، سأنير الطريق. إن بدأ السيد براد بالتدحرج فلن نعثر عليه. أشعر كأني خنفساء. لا بأس، تبع التحرك. ليتك تخفف الأعب. نكاد نصل. كما قلت الأمر سهل جدا. لا ليس سهلا. انظروا ما كفى شربا سيد براد، علينا الصعود إلى التل وليس النزول. هذا إجراء موحد. سيد براد سيد براد أرجوك، أنا أعيش هنا، توقف. لابد من خسائر في المهمات الصعبة. دعه يتوقف عن الشرب، دعه يتوقف عن الشرب. إذن أخبرنا كيف نصل إلى القصر سيد ووتر سبرايت. لا أقدر، أنا لا أفشي الأسرار. حسنا كما تشاء. جيد. حسنا حسنا، أعد إلي مياهي. استعدوا لاستخدام القوة، نظفوا الدروع، جهزوا السهام. ولكن يا حضرة الجلالة نحن لا نملك أي سهام. هذا ليس عذرا، لا تؤخروني، علي الاختباء من الأشرار. شكرا، سنعيد المياه حالا. رجاء تذكر سيد براد، أجدادي نقلوا المياه إلى هنا بواسطتي. كفوا فيهم. الأشرار، الأشرار تغزونا، انقذوا أنفسكم. أشرار أشرار. ميدالية هورسر.
ومنبهي أيضا. إذن هذه هي حقيقتك. هذه مياهك يا سيد ووتر سبرايت. عفوا، ساعدوني ساعدوني. حضرة الجلالة، حضرة الجلالة، المزيد من الأشرار تغزو المكان. أين سأختبئ الآن؟ دعني أنصحك، الشر يكمن حيث لا نتوقع أبدا. إلى قاعة التتويج بسرعة. إذن هيا بسرعة، هيا هيا. بهدوء يا أصدقاء، المكان آمن. من هنا، بهدوء، لا تقلقوا، ابقوا هادئين، ابقوا هادئين. لا أعلم. تراجعوا. اقضوا عليهم، قضوا المال. نجونا بصعوبة. أنا بخير. تعال صديقي. ما الذي تفعله؟ اثبت جيدا. احتفظت بك ذخيرة. لم نخطط لهذا. من لديه خطة بديلة؟ سوف أشغلهم. بما أنني أصبحت أرى الآن بوضوح، يبدو أننا قد علقنا. هذا المكان مثل باريس، خال من الدخان. لقد أتينا لإنقاذ جيمي وكيتي. لن أصمد أكثر. أتيت لأخبرك بأنك في خطر. جلالة الملك، لدي خبر جميل لك. وقع الغزاة في الفخ، سنضعهم جميعا في السجن. سيدي لا تصدق هورسر. كفى معزاة جيدة. تراجع، معهم يذهبون. ماذا؟ انتظر قليلا سيدي. لم تتذوق هذا الجبن الطري بعد. إنه جبن الماعز الأصيل من تركيا. أجل، خذ قطعة من هذه سموك. نعم. لن تخدعني ثانية أيها القرش. أنا قرش؟ لا أستطيع البقاء تحت الماء حتى. خطفت كل عائلتي والآن تهدل مثل الحمام. كم أنا طيب، لقد قيدت منزلي بالجبن خاصتك. اعتقلوه الآن. إذا اقترب أحدكم مني فسأخنق الملك بجبنه الخاص. الفجر بات وشيكا، وفي الصباح سيصبح التاج لي. سأصبح الملك وأنت ستنال ما تستحق. وأنتم بمجرد صياح الديك ينتهي أمرك. جهز خطابات التهنئة، أنا بحاجة إلى الإطراء. خذ هيا. هيا.
ابدأ بالصياح أيها المعتوه. حصلت عليها بالأبيض والأسود. هذا العجوز الشره قد وقعها. من الآن فصاعدا أنا سأكون ملككم. من يناديني بهورسر سأقطع رأسه فورا. كانت طفولتي تعيسة. كان الأولاد يسخرون مني، قالوا إن رأسي كالحصان. أحضروا إلي الشوفان. قلت شوفان؟ حتى إنهم وضعوا علي سرجا ذات مرة، والآن أنا سأضحك. أجل، اقتلوهم وصانعي الجبن أيضا كلهم. حسنا، إذن سأفعلها على الطريقة التقليدية. حان الوقت لقيلولة قصيرة. إذا سأل أحد عني فأنا أرتاح كي أكون مستعدا للإعدامات بعد الظهر. ما كان هذا ليحدث لولا شغفي بالجبن. الآن تستحق ضربة على رأسك. إنها غلطتي أنا. انتبهي يا عزيزتي. أتريدين أن تستسلمي؟ أتريدين أن تستسلمي قبل حتى أن نبدأ؟ معزات؟ معزات؟ هل ستبكينك الأطفال الصغار؟ لكن في الحقيقة أنا طفلة صغيرة. هذا ليس عذراً، يمكنك أن تفعلي ما تريدين. تذكري ابنة من أنت. والآن سأرى ما هي مهام الشهر القادم. أولاً معاقبة كل من سخر مني. جهاد غير شرعية، جبن غير شرعي. انظر حبل. أنت مضحك، تعال من هنا. حسنا. Thank you.
ما هذا؟ ماذا؟ كيف تجرؤين؟ ما هذا الذي تقومين به يا فتاة؟ الطريقة التقليدية في القضاء عليك. الآن سوف ترى ما هي. ماذا؟ ماذا قلت؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أنا لا أصدق. تعالي إلى هنا، سأمسك بك. هيا هيا، تعالي تعالي. ما هذا؟ لا، ماذا يعني ذلك؟ لا، أو هذا مؤلم، أو هذا مؤلم جدا. إن الشاطر هو من يضحك في الأخير. لكن أنا لم أضحك. في الوقت المناسب، الشرير ينتظر. أمي، أبي، جوني، رائع. سوزي، أين هي؟ كان ذلك رائعاً. اشتقت إليك كثيراً. جوني. مرحباً أختي. ما أطيبكم. أبي ولداي. أوه لا، الدموع غير واردة في العقد. Yeah.
شيء إلى القلب. أنت عقوبة بالأخطاء، أمر عادي يا أطفال. نسعى نحقق الأحلام، لا حساب أو عقاب. زمن الإطاعة ودعني الأحزان، إنها العصور الوسطى لا داعي للخوف. أرحب الإطاعة لا شيء جميل، الفستان والنصوص يبقون على لوحاهم، مسلحون والحراس والعرى والدروع، كلنا هنا سعداء. إن قمت بأمر مجنون تبقى لطيفا ومحبوب. قص وغني كما تريد، لا نهاية للأحلام. أن تقوموا بالأخطاء أمر عادي يا أطفال. إن المصير حب كبير، هذا أفضل دواء. دعيني أسألك، ما هو سر الجبن اللذيذ خاصتك؟ ربما لأنه بنكهات الشراب. بعد أن تنتهي من هذا العمل يجب أن لا تهمل المملكة. زمن الإرضاء ودعني الأحزان، إنها العصور الوسطى لا داعي للخوف. الإرضاء لا شيء جميل، الفرسان والنصوص يبقون على لوحاهم، مسلحون والفرس والعرى جزيلا لكما. هذا يدغدغني. هيا بنا. لا لا لا، أنا أرجوكما سأكون صالحا من الآن فصاعدا.
Ha 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 ha